رجعت حليمة لعادتها القديمة، وبالمناسبة هي اسمها حليمة مش ريمة. المثل ده بنقوله لحد كان بيعمل عادة سيئة وبطلها وبعدين رجع يعملها تاني. والقصة عن حليمة زوجة حاتم القحطاني. حاتم القحطاني كان مشهور بالكرم والسخاء، أما حليمة زوجته كانت مشهورة بالبخل. حليمة دي لما كانت بتيجي تحط سمنة في الأكل كانت إيديها بتترعش، خايفة للسمنة تقع كلها وتبقى كده حطت سمنة كتير، لحد ما زوجها حاتم قرر انه يعلمها الكرم والسخاء. فقال لها: يا حليمة، كل ما تحطي معلقة سمنة في الأكل كل ما ربنا يزيد من عمرك يوم. وفعلا مشيت على اللي جوزها قال لها عليه، وبقت تحط سمنة كتير قوي في الأكل لدرجة ان الأكل بقى طعمه حلو جدا، وكل الناس بقت تحب ان هي تاكل من ايدها. ففي يوم من الأيام ابنها الوحيد مات. ابنها ده كانت بتحبه جدا وزعلت عليه زعل كبير قوي، فقررت ان هي تنقص السمنة من الاكل علشان ربنا ينقص من عمرها ايام. فالناس عرفت وقالوا رجعت حليمة لعادتها القديمة.